يسامر مجلسنا السائحون، فيهتز غصن الندى في القلوب. نجدد إيماننا في الفؤاد، ونفهم بالوحي معنى الرشاد. نحلق في ركبهم العلا، فتغدو الملائك في المجلس، ويشهد رب العباد المنى. فما بيننا قط من مفلس، من مفلس. أخي صهيب، هذا الكتاب العظيم رفع الله سبحانه وتعالى به أهله. إذا رأيت الرجل يشار إليه أنه من أهل القرآن، فكن على يقين أن الرفعة تلاحقه شاء أم أبى. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، القرآن كما هو يرفع أصحابه، هو قبل ذلك هو مرفوع، مرفوع القدر عند الله عز وجل. لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. يعني سبحان الله، في ناس تلقاهم مثلا نفس ما ذكرنا نحن، تلقاها بلا مال، من يعني غني بلا مال، عزيز بلا سلطان، يعني بلا عشيرة، مهيب بلا سلطان. هذا كله فضل القرآن الكريم اللي رفع بها الله عز وجل. هذا يعني مثلا ماهر المعيقلي، من أشهر القراء، ماهر المعيقلي إمام الحرم المكي وكذا. ماهر المعيقلي لما جاء والده بيزوج والدته، يتحدث عنها والدته باكستانية، فلما جاء بيزوجها قالوا أنت برا منك العائلة، عندهم هم قصة القبلية وكذا، فقالوا أنت برا منك منها، أنا مش عارف كذا. تزوجها، أصر أنه قال هذه امرأة صالحة وكذا، تزوجها. لما تزوجها وأنجبت ماهر المعيقلي اللي توه من أكبر القراء، يتمنوا فيه ان الرجل هذا فعلا يقول لك هذا يناسب، هذا كيف لنا ولدنا وكذا. فسبحان الله، شوف الرفعه اللي حصلها هذا الشخص بكتاب الله عز وجل. هذه وفي هذه الرفعه الدنيويه من انواعها، هذه الرفعه الدنيويه. يعني حتى في المدارس تجد دائما الاوائل وكذا هم اصحاب كتاب الله عز وجل وحافظة القران، المتميزين عند الناس في كل مجالات، حتى الناس تشير اليه بالبنان، حافظ لكتاب الله عز وجل، امر مش هين. يعني هذا فعلا سبحان الله كأنه قرآن يمشي على الأرض كذا. سبحان الله، يعني الإنسان لما يتمثل فيه كتاب الله عز وجل تكون له رفعة عند الله عز وجل. هو محسود الحسد المحمود، الله غبطة لحسد إلا في الثنتين، ومنها هذين الاثنين شارين السلف. رجل أتاه الله فرقه أنا الليل وأطراف النهار، الله تغبطه يحسده. لماذا؟ لأن في كل نفس وفي كل دقيقة وفي كل لحظة يجمع حسنه، يتقرب الى الله سبحانه. هذا الخير العظيم الذي ربما لن تجد باب من ابواب الخير اسرع بكسب الحسنات كهذا الباب العظيم هو القران، قراءته وتدبره وتلاوته وفهمه. فضل الله يؤتي من يشاء، فلا يستغرب حينئذ ان نقول ان هذا الكتاب مرفوع قدره، ورفع الله قدره اهله. الان تكلمت على قضيه القارئ، هناك ما هو انفس وابين واوضح في هذا الامر، حديث الرفع، عندما صار رواه الحديث الى حديث عمر بن الخطاب عندما ذكر هذا الحديث الله يرفع من القبر اقواما. هذا له قصه كما هو معلوم مشهوره، ان عمر استخلف نافع بن عبد الحارث على الواد على اهل مكه، خليفه من عمر اراد ان يرسميه ليكون يتحمل مسؤولية هذه المهمة العظيمة. شاء الله وكتب وقدر أن عمر أراد أن دخل مكة يزناها خارج منه. قال من استخلفت على أهل الوحدة؟ فقال نافع ابن أبي زرعة، عارف بمكة وبرجالاتها، فينبغي أن يكون خليفة نافع رجل يشار إليه ومعروف في قبره، فكأن استغرب واستنكر عمر هذا الاسم. سبحان الله. فقال مولى من موالينا. مولى من موالينا، سبحان الله، مولى من موالينا. وأنت تعلم أن أهل مكة قضية المولى حقيقة وحساسية. صحيح. لا يرتضون أن يكون خليفة عليهم شخص يعني ليس بعبد وليس بجاه ونسب، يرفضونه، فضلا عن أن يكون مولى.
استغرب من ابن أبي زهر، قال مولى مواليد، قال استخلفت عليه مولى. يعني لم يكن التقصير في تركك لهذه المهمة التي كلفت بها، جعلت خليفتك مولى فقال معلما ما في هذا الاختيار الموفق. قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ بكتاب الله عالم به. فعمر مشاركا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان الله، شوف هذا الفضل وهذه الرفعة في الدنيا، فما بالنا برفعة الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم، القرآن يزيد منسوب الإيمان، يزيد منسوب الإيمان في القلب. فسبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن، في لفظ إن من أفضلكم، شوف سبحان الله، من تعلم القرآن وعلمه. ويشهد بهذا الرفعة حديث قال وقال القرآن الله وارتكب، هو رفعة في الدنيا ورفعة يوم الأمر. سبحان الله، كمل لنا يا شيخ الحديث أظن بنسمعه بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنه قال القرآن سيكون له تميز عندما يسافح الجنة إلى الجنة، ويكون لهم درجات العلا. من أصحاب درجات العلا؟ أولئك الذين أشغلوا أنفسهم بهذا الخير العظيم، ومن ذلكم القرآن. وقال صاحب القرآن يوم تقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. سبحان الله، هذا تحفيز ودفع للإيمان وللنفوس التي تسعى للخير إلى أن يقبل على الكتاب العظيم حتى يجد نفسه يوم القيامة يقرأ ويتقي. تخيل إنسان حافظ كتاب الله عز وجل كاملا ويعمل به، وين منزلته؟ قراءة الحصري يعني. وحدة وحدة. سبحان الله، يعني رتل كما كنت. سبحان الله، وهذا بلا ريب ولا شك مما يجعلنا نؤمن ونوقن أن الإيمان يزيد بالقرآن، ولذا نقول دائما جدد إيمانك. نجدد إيماننا. سبحان الله يا شيخ، تجديد الإيمان بالقرآن، لذلك دائما نقول جدد إيمانك، لأن القرآن يرفع صاحبه، وقلنا كما قلنا أنه هو مرفوع. هذا الكتاب تحدى به الله عز وجل، يعني فليأتوا بك، يعني أجيبوا كتاب مثله، في البداية أجيبوا كتاب مثله، ما لم يأتوا بك ثانية، يعني شوف في البداية تحداهم بكتاب لم يستطيعوا، فنزل لهم التحدي. ومن حاول فقد ولد المحاولة ميتة بالرسمي. سبحان الله، فعشر سور، فليأتوا بعشر سور مثله، بدوش يقولوا مفترى، جيبوا عشر سور مثله مفتريات، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. هذا التحدي إلى قيام الساعة، عشر سور في سب بسورة بعدها بسورة مثلك، أنتوا في ريب من هذا الكتاب، جيبوا لنا سورة زي القرآن. سبحان الله، لا يستطيعوا حتى سورة واحدة، لا يستطيعوا، لأن هذا القرآن من الله عز وجل. فأنت مدى من الله عز وجل، كيف تقارن كلام الخالق بالمخلوق؟ مستحيل يتشابها ولا يتطابقا ولا يتماثلا، وهو محفوظ من الله عز وجل. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إلى قيام الساعة هذا الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. على ذكر المحفوظ، هذا الأمر قد يعني كثير منا يرى أن هذا القرآن محفوظ، هذا أمر يفتخر به ويسعد به، لكن في أكثر مما نشير إليها وهو أن في هذه الآية رسالة طمأنينة. الله، لك أيها المؤمن أن هذا الكتاب المبارك الذي تأنس فيه وتسعى بتلاوته وقراءته والعودة إليه والتحاكم إليه، وهو فيه ما فيه من خبر من كان قبلك وحكمه ما بينك ونبأ ما بعدك، هذا الكتاب محفوظ أبشر بخير. الله، عندما الإنسان يقال له مثلا عيسى في الكتاب هذا مالك فقد منه ما شئت، أن شئت وكيف شئت ومتى شئت، تفرح، ويقال لك وهو محفوظ لك لن يضيع، فتزداد فرح. الله، هذا الكتاب عندما يكون محفوظ بحفظ الله لا شك أن هذا مما يورث السعادة والفرح في قلوب أهل الإيمان، ومما يدل على حفظ كتاب الله وأنه محفوظ بحفظ الله محاولات أعداء الإسلام بكرة حصيلة سرا علانية إلى التشويش والتشويه والتغيير والتبديل في هذا الكتاب، ولن يستطيع. إذا الشوط هو آيات بينات في الصدور الذين يؤمنون. سبحان الله، يعني كركب قاعد صغير جدا يقول لك أحفظ القرآن كله، تعجب ثم يزول العجب عندما تعلم أنه محفوظ بحفظ الله، عدد
حفظت القرآن في دولة مصر فقط أكثر من عدد حفظت الإنجيل في العالم كله. الله في العالم كله. في البلدان المسلمة الأخرى وهذا هو الدولة كلها أن الله رفع هذا الكتاب وحكى الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان الله. يذكر حتى في العصور السابقة في شخص يتحدث هو نفسه فقال أنا تصديت للتحريف، وظف نفسه أنه بحرف الكتب السماوية، فأتى وكان يعمل عند النصارى، جاء بداية للنصارى، فجاء لقى الإنجيل متاعهم، خذ الإنجيل كتاب الإنجيل وقعد يحرف فيه، حرف حرف حرف، وبعدين تم يبيع، حط الكتاب وهو تم يبيع فيه، كسب منه، لقى الناس تشتري 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 ومشت الأمور، وقال إن الكتب متاعات هذين تمنهن اللي رائجة في المدينة اللي هو قاعد فيها. بعدين مشى اليهود، هو كان عنده شيء هيك كأنه بيكتشف شنو الصح وهو متصدي اصلا للتحريف، فجاء اليهود خذ التوراة محرف اصلا هي فتم حرف فيها زياده لان هي محرفه هم قاعدين فيها ومحرفه نزلت من الله عز وجل كتاب سماوي بدا يحرفوا فيه يحرفوا فيه، فالمهم انه هو زاد فيها تحريف اخرى وقال انها كتاب كتبي انا من هنا اللي يباع اللي حرف فيه هو. مشى كذلك انه ان جاء الى المسلمين فجاء خذ المصحف ظن انه هو نفس الشيء يعني نفس ما دار في التوراه وكذا، خذ المصحف وبدا يحرف فيه. فلما جاء يبيع المصحف قال لم يشترى مني حتى مصحف واحد. الناس تجي تبحث للمصحف مش هو نفسه، الناس سبحان الله تعرف، وبدات الحمله عليه هذا يحرف كتاب الله عز وجل كذا. قال فلما لم ترج سلعته عند المسلمين، دليل على ان حفظ الله عز وجل مهما حاولت تحريف فكتاب الله عز وجل محفوظ. ترى يعني مثلا احيانا يحصل سهو يعني خطا في بعض الطبعات، صاحب المطبعه والدار تسارع مباشره الى التبليغ والاعلان عن هذه الطبعه وان فيها خطا ويجب سحب المسواق. اولا هو يعلم يقينا انه لو ظهر في الناس ووصل الى ايدي الناس هذا المصحف فيه هذا الخلل حتى تشكيله سبحان الله ان هذه الدار تحت الله ولن تصبح محل ثقه بين الناس. ثم ما نشوف ان اصحاب دين انهم يخافون ان يبدوا في كتاب الله عز وجل، وهذا كله من باب رفعه القران سبحان الله. وفي عصرنا هذا احد علماء اللغه العربيه النصارى كان نصراني هو، فهو وظفوه لنفس الشيء، وظفوه انه يحرف القران، فاخذ ياتي بالايات يحاول انه يجيب المتشابهات وحاول انه يدير كذا يجيب في الايات يقول لك انا الايه هذه التشكيله هذه مش عارف كذا. قال فاللي موظفيننا ومعطينا الراتب الفلاني المبلغ الكبير قعد سنه مع القران يبي حرفه يبي يجيب في اي كذا. بعدها جاهم قال لهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لما عاش مع كتاب الله عز وجل ايقن ان حتى خطا واحد ما فيش. ولا يمكن هو ايضا اذا كان الحديث عن القران فلا بد ان نتذكر ان لقاءاتنا هذه المراد منها ان نجدد الايمان. الله. وما دمنا نريد ان نجدد الايمان فلا بد ان نجدد الايمان بكلام الله. سبحان الله. بالقران بكتاب الله عز وجل. هذا القران في صحيح يزيل ما في القلب من قسوه. الله. ويزيل تلك القسوة التي تنبثق منها كل شر وفساد وغيره. ولهذا تجد في القرآن أن الله عز وجل حقق على هذا الكتاب العظيم ودعا النفوس إليه ودفع القرآن كما قال الله عز وجل في كتابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الله. حال أهل الإيمان مع هذا الكتاب العظيم قال تقى الشاعر منه جلوله تقى الشاعر منه من لم يجد هذا الامر فليجد النظر، ومن لم يصل به الامر الى ان يقشعر جلده ويلين قلبه بهذا الكتاب فبالله يهديك متى. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايت خاشعا متصدعا. الله. فهذا القران تلين به جلود وقلوب اهل الايمان، ولهذا تجد ان الله عز وجل في القران قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، وافضل الذكر واعظم الذكر واطيب الذكر واحسن الذكر وازكى الذكر هو الاول في ابواب الخير وفي فضائل الاعمال كتاب الله عز وجل. سبحان الله. من الذي يهدى اليه؟ من الان الذي يصبح يمسي ولا تحول بينه وبين هذا الكتاب العظيم زينه الدنيا ذلك هو الله يهدي به من يشاء.
ومن يضلل الله فما له من هذا. من أضل الله عز وجل طبع على قلبه وكان عليه الران وحيل بين يديه يجد نفسه الآن أيسر ما يكون وأسهل ما يكون على الإنسان أن يصل القرآن. يجلس أمام الإنترنت وهذه الوسائل التواصل الاجتماعي ساعات طويلة ولا يستطيع أبدا أن يفتح موقع مصحف أو يستمع إلى آيات. لماذا؟ لأن هذا لا يصل إليه إلا من هذا الله. الله يهدي به من يشاء سبحانه فما له من هذا. والله نسأل الله ذلك شيخ. سبحان الله في واحد من العلماء الله واحد من العلماء يقول في كلمة قال كنت لما نسمع السلف والصحابة لما يقعدوا بالساعات الطوال أمام القرآن الكريم يقرأوا في القرآن الكريم قال كنت عندي شيء من العجب كيف يقعدوا في هذه الساعات كلها. قال فلما رأيت تعلق الناس بالوسائل التواصل الاجتماعي وبالإنترنت والساعات الطوال قال أيقنت أن القلب إذا أحب شيئا تعلق به. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب فقال إنما مثل صاحب القرآن جد إيمانك بكتاب الله عز وجل. نجدد إيماننا. سبحان الله. إذن القرآن صاحب يا شيخ. الله خير صاحب وخير أنيس وخير جليس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى حسن الصحبة وإلى اختيار الصاحب الذي يجرك إلى مفتاح الخير المر على ديني خليله ما أجمل أن يصبح القرآن خليلك. الله ما أجمل أن يكون القرآن صاحبا لك. قل لمن تصاحب أقول لك من تكون. إذا كان صاحبك القرآن هو الذي يكون معك في كل حال في السراء في الضراء في الشدة في الرخاء في الصدارة منزل عالية منزل عالية جدا سامية الصحبة الصحبة يا رسول الله. هذا حال أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صديقا لك يحول بينه وبينك السفر ويحول بينه وبينك حوائل الدنيا. أنا معك في كل حال حتى وإن وصل الأمر إلى مفارقة الوطن فأنا صاحب لك. فهذا قارئ القرآن أصبح القرآن صاحب الله وأصبح صاحب للقرآن. ولذا جاءت الإشارة لهم إنما مثل صاحب القرآن. من هو صاحب القرآن؟ هو الذي يألف كتابه. أيوة. كل واحد يسمعك يقول لك مثلا هذا فضل الصحبة أريد أن أكون صاحبا لكتاب الله عز وجل. كيف هذا السبيل يعني؟ هو نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين. هو أن يكون الإنسان له ورد مع كتاب الله لا يفارقه. الله في كل حال. في أنا عجبني قبل أيام كنت جنب في لقاء مع أحد القراء البارزين الذين لهم أثر وحدث عن أسفارهم وقال أكثر البلدان الإسلامية يبتدي بها قارئ. فمما لفت انتباهي أنه كان قد أخذ قاعدة جميلة لقنا إياها مدرسه أيام الصبح. قال له يا بني من قرأ خمسة منهم أي من قرأ خمسة أجزاء في يومه لم ينسى القرآن. خمسة أجزاء أي يقارب عشرة أحزاء من القرآن يعني خلال الأسبوع يختم القرآن. فكان يقول عن نفسه كنت أحرص على هذه الخمسة. همة يا شيخ هي تحتاج همة عالية. هو قال عن نفسي أنا أقرأ وأنا أقول السجادة. الله قرأتي صوت خفيف. وكان إذا علم أن غدا عنده شغل قد يحول بينه وبين خمسة الأجزاء التي يقرأها في اليوم الثاني فلا أزيد في هذا اليوم بدل ما يقرأ خمسة أقرأ سبعة بحيث أن الشغل في اليوم الثاني يكون الورد أقل ثلاثة أجزاء. فهذا هو من اتخذ القرآن صاحب الله. أما أن يمر علينا يوم أسبوع شهر لا ينظر الإنسان في كتاب الله في الوقت الذي تراه ربما ينظر أحدنا إلى تلك الفضائية الجوال الجوال. سبحان الله. والله يا شيخ يحكي واحد الأطباء حتى هي سبحان الله قصة في نفس المحور بتاعنا. فهو عنده مريض المريض لضياش رجل كبير في السن وظهر عليه أنه شيخ والوقار وكذا. فجاء يبدر له العملية. قبل العملية استغرب الدكتور سأله قال له كم تستغرق العملية ويبكي الشيخ هذا قاعد يبكي. فالدكتور قال يعني معقول أنت تخاف أنت شيخ كبير يعني تخاف من العملية. فقال له والله لا أخاف لكن قال له قولي كم تستغرق العملية. فقال عمليتك تستغرق ساعة ساعة ونصف. فخاف الرجل أن لما ينظم العملية عنده ورد يومي يقرأ فيه يفوت هالورد هذا اليوم في بتاع العملية يفوت. فقال له يا شيخ أنا والله كذا. قال له يا دكتور أنا ضروري
نقرا الورد متاعي اقل ما فيها، خليه نبدا في الورد، ولما تشوفني استرسلت ابدا دير البنج متاعك ودير كذا. فهو بدا استرسل قاعد يقرا 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 الى مرحله معينه، جاء الدكتور ودار له البنج. قال الدكتور قال درنا له بنج كامل كامل، الانسان فاقد للوعي. قال لما بدينا في العمليه وبدينا نفتحه في العمل فاذا بالرجل يكمل ورده من حيث انتهى. الدكتور قال والله ما قدرت، ما عادش قدرت نتحمل انا، من حيث انتهى يكمل الورد متاعه. فسبحان الله هذه حياه الانسان اللي فعلا يعيش مع كتاب الله عز وجل. يحب احد الاحبه عن جده، اقسم بالله عز وجل انه كان في اخر امره طريق الفراش، وان الروح تخرج وهو يرتب القران. الله قال ولا عجب ان كل يوم تقرا عليه او تسمع هذا من في اذن كل من عمل بالله والاخر وحبته لنفسي وذكره لنفسي، بان هذه الاعمار ينبغي ان في استثمار هذه الاعمار استثمار، واشغل نفسك وصاحب القران حال الرخاء وحال الشباب وحال الصحه، حتى يكون صاحب لك اذا صادر من الكبر الوجيه، واذا قال الحياه تنعيش ان يفارق الانسان هذه الحياه. سبحان الله، من عاش على شيء ومن مات على شيء، لهذا دائما نقول بالقرآن. يسامر مجلسنا السائحون، فيهتز غصن الندى في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد، ونفهم بالوحي معنى الرشاد، نحلق في بهم العنا، فتغدو الملائك في المجلس، ويشهد رب العباد المنى، فما بيننا قط من مفلسي من مفلسي.